لكل المشاهدين، اليوم نهار السبت 16 أيار مايو 2015، عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلأ ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. واليوم أنا وهانيا رح نترافق معكم مع أطباق طيبة مثل العادة. هانيا صباح الخير. صباح الخير غيدا، صباح الخير للمشاهدين. اليوم حبيت أنا أعطي المشاهدين حرية الاختيار، قلت لهم اليوم أنتوا سألوا شو بدكم تسألوا، وهذا الشيء رح نتناوله أنا وياكم اليوم بخلال النهار. أنتوا بتسألوا سؤالكم وأنا أكيد رح جرب أقطع قد ما بقدر أسئلة، وحتى إذا باقي عندكم أسئلة لبعدين برجع بطرحهم غير مرة، ما في مشكل أبدا. اليوم رح نتابع أيضا بحملتنا اللي هي متعلقة بالعمل. مع بداية هالشهر ابتدينا هاشتاج هيدا الشغل، رح نشوف كليب اليوم. ركد بركد، رايحين جايين رايحين جايين، هيك كنا وهيك رح منضل. وبنص الطريق بيطلع لك مليون حجرة، قد ما بتستهلكنا هالحياة بدك شي هدي، أهم شي تكون الدعسة ثابتة، وهيدي بدها معلمي. أنا كنت درجة وهيدا شغلي. انتو كمان دايما بنذكركم فيكم تشاركونا من خلال هالحمله، واكيد هيدا شغل الهاشتاج هي لكم لحتى تقدروا انتو تبعتوا صوركم او تبعتوا فيديو خاص فيكم بعملكم، قديش بتحبوه، قديش عنده حرفيه، وقديش بده معلميه، ونحن بنشاركه بخلال عالم الصباح. ارقام كل رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح بيقطع امامكم على الشاشه، وكل وسائل التواصل لنا متاحه امامكم كمان لحتى تشاركونا فيها بخلال عالم الصباح. ودائما بنذكركم انه اللي ما بيلحق يحضر عالم الصباح بوقته في يحضروا على الاونلاين ستريمينج او على اللايف ستريمينج اذا كان برات البيت، او في يحضر كمان بالوقت المحدد اللي هو بده اياه على futuretvnetwork.com. راح نتابع كمان ونشوف شو هن محطاتنا لليوم. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن. ميلاد بيجاوب على اسئله المشاهدين بما بدها هالقد. أبليكيشنز وأخبار جديدة عن التكنولوجيا مع عامر بأينو. ضيوفنا بيعرفونا على معرض Men's World Exhibition الحلو بلبنان، دعوة للتجمع لإعادة فتح حرش بيروت. بيور فروت وغيرها من الأغراض الجديدة مع دومينيك بتي في شوبينج. ضيفتنا بتعرفنا على مجموعة باتشي للأعراس لصيف 2015، ورشة ملح مع هانيا على بات أتغتيني. وبداية عالم الصباح بتكون مثل العادة مع كارمن والأبراج. صباحكم بالخير، اليوم السبت 16 أيار مايو، اليوم القمر موجود ببرج الثور الترابي، الشمس والقمر موجودين سوا بنفس البرج يومين ونص، لكن لحتى يلتقوا رح بيكون لنهار التنين صباحا. كيف رح بيكون تأثير القمر برج الثور على كل الأبراج؟ نبدأ مع أول برج برج الحمل. بالنسبة لك مولود برج الحمل، تأثيرات هالقمر الجديد بتبلش من هلأ. الأجواء حلوة كتير، بتشجعك لحتى تبحث بمسائلك المالية، بامتحاناتك تحضر لها جيدا، هنالك تقييم لك لأدائك ولعملك فكون جاهز. والأكثر حظا 4 5 و 6 نيسان أبريل. نكمل مع برج الثور. بالنسبة لبرج الثور، مرة بالسنة بيكون القمر جديد ببرجك، هذا شيء كتير مهم، لفترة 3 أيام تقريبا. عند مولود برج الثور في طاقة كتير كبيرة بتخليه وبتسمح له لحتى ينتقل إلى مرحلة أفضل، وكأنك عم بتبلش سنة جديدة ابتداء من هلأ. قرر، فكر لبعيد شو بدك، أصلا هيدي سنة كتير حلوة بالنسبة لك، وما تستغرب أنه يكون في تطورات إيجابية بانتظارك. الأكثر حظا 5-6 أيار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء. مولود برج الجوزاء، الجو اليوم كتير بطيء، وبعتبر هيدا النهار وبكره من أبطأ وأقل الأيام حظا أو فعالية، فما تراهن على شيء، وإذا ناطر جواب على الأرجح ما رح تسمع الجواب اللي أنت بدك إياه، اقعد عاقل بهاليومين ونص وبعد عن المشاكل. الأقل حظا 23 ل 25 أيار مايو. بنكمل مع برج السرطان.
مولود برج السرطان نهار بتتسلى فيه، نهار بتفرح فيه، نفسيتك بتكون مرتاحة، أعصابك بتكون مرتاحة، مطمن بالك، وكأنه اليوم وبكرة الجو بيكافيك، الأجواء حلوة كتير فروح انبسط وغير جو. الأكثر حظاً اليوم 30 حزيران يونيو، 1 2 و 3 تموز يوليو. ننتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد تأثير القمر الجديد من برج الثور بتبلش من هلأ، وبتعرف انه في امر مهم او حدث مهم بانتظارك وضروري انك تشتغل مزبوط من هلا. الاجواء فيها تكون متطلبه على الصعيد العائلي المهني او الاجتماعي. بعض مواليد برج الاسد يمكن بهالثلاث ايام يحصلوا على ترقيه او يسمعوا جواب كثير مهم. الاكثر حظا هن مواليد 6 7 8 11 12 و 13 اب اغسطس. بنكمل مع برج العذراء. نجمك كتير قوي اليوم وبكره وبعد بكره، هنالك تطلعات لبرا وكانك عم بتفكر لبعيد 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 وطالع بالك تسافر او تروح لبعيد، يمكن تشتغل على هالاساس، يمكن طالع بالك تروح على جامعه بعيده او يمكن طالع بالك تشتغل مع اجانب، هنالك تطلعات مختلفه، هنالك نجاح، هنالك حظوظ كتير كتير مهمه ومش شوي. الاكثر حظا كلكم محظوظين بشكل خاص 8 9 ايلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان حان الوقت لحتى تركز شوي على حالك وتهتم بامور اداريه، اوراق، معاملات، في شيء انت هامله او متكل على شخص انه يخلص لك الورقه، حان الوقت لحتى انت تتابع الامور وتخلصها، يومين ونص ضروري تشتغل على ورقه عالقه او انت تسعى لها وتكون انت فعلا مهتم فيها. حان الوقت لحتى تجامل وتساير، وبيبقى المولود اللي عنده ظرف ايجابي او سلبي 1 2 و 3 اكتوبر تشرين الاول. ننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب هيدا الشهر بعكسك من اوله، من اوله بتحس انه اول ما بلش الشهر وانت عم بتعاني، عم بتعاني من معاكسات، من امور عم تتاخر، من اشخاص عم بيحطوا العصر بالدواليب، اليوم وبكره وايضا بعد بكره الأجواء فعلا هي صورة مصغرة عن هالشهر، لذلك انتبه من المشاكل، انتبه ما يصير في قطيعة وجفا، وانتبه ما تخسر فرصة أو رزقة. بيبقى المولود يلي شوية حظوظ عنده معقول تخفف عنده هالضغط هو 1 2 3 تشرين الثاني نوفمبر. بنكمل مع برج القوس. بالنسبة لبرج القوس قد ما بدك في شغل وقد ما بدك مطلوب منك الشغل وقد ما بدك في واجبات ومسؤوليات، العيلة، الصحة، نهارك العادي اليوم بتحسه انه اتقل من غيره، نهارك طويل، نهارك طويل بتعب صحيا وايضا حتى نفسيا، حاول انك تكون جاهز، اشتغل على شيء مهم، ما تضيع وقتك بامور سخيفة. بيبقى المولود الاوفر حظا 7 و8 كانون الاول ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي هيدا نهار مرتب، مرتب منيح، هيدا نهار بعتبره من أكثر أيام حظاً ضمن هالشهر الفعلاً بيحمل حظ، لذلك بين اليوم وبكرة وبعد بكرة بتقدر تحصل على الرزقة أو الجواب اللي أنت عم تحلم فيه، ما تقعد مكتف إيديك، اشتغل، كرر المحاولات، وبعتبر الأكثر حظاً 14 ل 17 كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو هنالك أمور تشغل لك بالك، العائلة، الأولاد، البيت، الأجار، بدك تنقل مطرح لمطرح، بدك تسافر، بدك تهاجر، بدك ترجع، هنالك أمور بتخلي مولود برج الدلو اليوم وبكرة وبعد بكرة ما يكون رايق، ما يكون هيك مرتاح على وضعه، يكون عنده حنين للماضي، لجذوره، هالأمور هاي بتخلي مولود برج الدلو إنه يحط أولويات مختلفة، هالأولويات هي أنت، هالأولويات هي بيتك أو عائلتك، وبالتالي في قرارات وخطوات مختلفة، انتبه على صحتك، وبيبقى المولود الأكثر تعباً مولود كانون الثاني يناير. ننتقل لبرج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت ما حدا عنده أفكار غنية وحلوة وأوريجينال أكثر منك، مولود برج الحوت أنت اليوم شخص فعال في محيطك، في مجتمعك، قدم امتحاناتك، روح على زياراتك، حاول انك فعلا توضح الامور، حاول انه انت فعلا تطلب توضيحات، ما تخاف وما تستحي، الجو اليوم بيساعدك 100%، والاكثر حظا مولود شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم.
بالنسبة لمولود اليوم سنة واعدة جدا 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 بتغيير بتقدم بتطور صفحة جديدة، هنالك معطيات مختلفة رح تساعدك وبتواكبك على مدى هالسنة. أيار مايو، أيلول سبتمبر، كانون الثاني يناير هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة، باي باي. رح تابع معكم محطاتنا بعد لحظات، رح يكون معنا ميلاد وأيضا هانيا، خليكن معنا.